تفاديا لحوادث المرور والتقليل منها، نظمت قيادة الدرك الوطني بولاية أم البواقي بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني حملة تحسيسية لتوعية السائقين ومستعملي الطريق حول أهمية احترام قوانين المرور وتفاديا للمجازر المرورية. قررت قيادة الدرك الوطني تنظيم حملة تحسيسية وطنية قرن وتحسيسهم بعواقب حوادث المرور سواء على الفرد أو المجتمع. تم تركيز الجهود في هذه الحملة على بعض المخالفات المتسببة في وقوع حوادث المرور كرعى المناورة والتجاوز الخطيرين، عدم احترام مسافة الأمان وغيرها. الحملة التحسيسية تندرج وفقا للمخطط المسطر من طرف القيادة العليا للدرك الوطني لأجل الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم عبر الطرقات. في الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني، جميع السواق خلال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك على أخذ الحيطة والحذر، تجنب حوادث المرور، عدم استعمال السرعة المفرطة. رئيس النقابة الجزائرية مدير سعين السياقة تزامنا لشهر رمضان الفضيل نظمنا بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني لولاية أم البواقي حركة تحسيسية لتحسيس السواق ومدى لمدى خطورة هذه الأيام في موعد الإفطار. لاحظنا أن هناك حوادث كثيرة تقع في الوقت ما بين نصف ساعة قبل الفطور. رغم تنوع البرامج والحملات التحسيسية والمخططات المسطرة من طرف القيادات المسؤولة، إلا أن المواطن يبقى هو المسؤول الأول عن حمايته وأمنه في الطرقات.